الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. أرقام التواصل راح تكون موجودة معكم يا أخوي الكرام على الشاشة، ونسعد بمداخلاتكم. اليوم الحلقة فقهية نوعا ما، نبغي نتكلم عن أدب جميل أو آداب جميلة نحتاجها في حياتنا اليومية. اليوم راح نتكلم يا أخوي الكرام عن آداب الطعام، كيف الواحد يأكل ويالس وواقف ويمشي، كيف من وين يبدأ، من اللي يبدأ بالطعام، صغير الكبير، من اللي يسقي القوم، من أمور كثيرة تتعلق بالطعام. ما يطلع لنا واحد الحين يقول فيصل يعني الأكل كنا نعرف ناكل ونشرب، لا، هناك آداب، هناك مستحبات، هناك مكروهات، هناك سنن، هناك واجبات، هناك محاضير احنا واقعين فيها ولا ندري، لكن تساهلنا. احنا جعلنا هذا البرنامج يا اخو من باب ان نذكر انفسنا واياكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم لنا الحال. نبغي حياتنا تكون مليئة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل يعني يومياتنا، بكل حياتنا، بكل دخولنا وخروجنا، وين ما نروح نستطيع أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تستطيع تأكل وتشرب أمورك طيب، لكنك لو أكلت وشربت وطبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم راح تكون مأجور أكثر من أنك إذا أكلت وشربت بدون ما تطبق السنة، صح؟ قد تقع بمحاضير إذا ما طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعاهد نفسه ويتعاهد من معه بتذكيرهم بالأحكام المتعلقة بأداب الطعام، أداب الأكل والشرب. كلنا عندنا أبناء، عندنا أسر، نجتمع على مائدة، كل واحد يراقب أهله، يراقب بنته، ولده، زوجته، لا كلي باليمين، كلي باليسار، افعل كذا، لا تسوي كذا. هذه أداب، هذه سنن من خلال الإنسان يرتقي إلى العلو ويكون يعني إنسان مهذب. تحب تجلس معاه على مائدة الطعام، تأكل معاه وأنت مرتاح، ليش؟ رجل مهذب، أكله نظيف، يعرف كيف يأكل، يعرف كيف متى يستأذن من الطعام، متى المسائل كثيرة. خلونا نمشي لأن المادة طويلة نوعا ما، فما نبغى نتكلم وايد من الشعب لأن بيداهمنا الوقت، ما بنشوف إلا الجماعة ينادون انتهى الوقت. الله عز وجل قال كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عفوا، أمرنا الله عز وجل أن نأكل وأن نشرب، والحمد لله رب العالمين أباح الله عز وجل لنا الأكل والشرب مطلقا إلا ما جاء النهي المخصوص عنه من قول الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل في الأكل هو الإباحة، الحمد لله رب العالمين. طيب، أول ما نبدأ به يا أخوة إكرام ما يتعلق بالتسمية، لا أخفاكم، الإنسان لما يأتي يجلس أول ما يبدأ شو يقول؟ يقول بسم الله. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلام يده تطيش في الصفحة، صفحة يعني الصيني، صينية الأكل، يده تطيش شوي منه وشوي منه، فقال لها يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك، يا غلام سمي الله. شو يقول الإنسان لما يأتي يأكل؟ بس يقول بسم الله، واللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يجوز أن الواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء، هناك من يقول الأمر واسع، هناك من يقول لا، إحنا نتقيد بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لما علم الغلام شو قال؟ قال قل بسم الله، ما قال قول بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بن عثيمين المشايخ رحمة الله عليهم شو يقولون؟ يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قول بسم الله، بسم الله، قال له سمي الله. في فرق أن تقول لشخص سمي الله وفي فرق أن تقول لشخص قل بسم الله، في فرق. سمي الله يعني اذكر الله عز وجل، فإذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هذا يدخل فيه سمي الله، يعني اذكر الله عز وجل. ويعني وأنا أشوف خروجه من الخلاف، يعني أنا ما أفتي حقيقة، لكن خروجه من الخلاف الإنسان يتقيد بالنص ويسمي الله عز وجل، يقول بسم الله، ما يزيد عليها بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الأمر واسع، إذا رأينا إنسان يعني مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم شو نقول؟ أنت ابتدعت، أنت ضال، أنت كذا، لا، الأمر واسع في ذلك. وهذا كلام الشيخ بن باز كذلك رحمة الله عليه، يعني الأمر واسع قابل
الأخذ وكذا. لكن الإنسان يا إخوة المعيب لما تجد أسر يجتمعون على مائدة الطعام ما تسمع لا الأب ولا الأم ولا الأبناء ولا الأب، ما حد يذكر الله، ما حد يقول بسم الله. هذه مشكلة، هذا خطأ كبير يقع فيه البعض. لا يا أخي نقول بسم الله، علم عيالك بسم الله. ومن السنة، السنن الغائبة أن الإنسان يجهر فيها نوعا ما، بسم الله بسم الله تفضلوا بسم الله، حتى تذكر غيرك يقول بسم الله ويأكل على بركة الله. يعني يعني نلتمس البركة من الله عز وجل لما نقول بسم الله، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذن جميل أن نتعاهد أنفسنا ونتعاهد من يعيش معنا بهذه السنة الغائبة اليوم، ألا وهي سنة البسملة عند الطعام والشراب. جميل جدا الإنسان يربط حياته، دائما يربط حياته بذكر الله عز وجل. للأسف نجد يعني البعض من أصحاب الترف والبزخ والأموال وكذا يأكل بآنية الذهب والفضة من باب المفاخرة، يجيبوا له صحن هذا الصحن من الفضة أو من الذهب، أو يعني تجد هذا عند بعض الملوك أو كذا يفعلون، يأكل ويشرب بآنية الذهب والفضة. مو يعني هو جالس يأكل الذهب، لا، يعني الجلاس هذا مثلا مصنوع من الفضة أو مصنوع من الذهب، فتجده يأكل ويشرب فيه من باب أنه ملك مثلا أو كذا. هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وقال في حديث آخر الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه في نار جهنم. فالقضية كبيرة جدا. أما العلماء قد أجمعوا على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. شو العلة؟ هم يقولون العلة أن هذا يدخل فيه الكبر والغرور والغطرسة على الناس لما أنت تشرب من إناء من ذهب أو من فضة أو غير. وهناك من يقول لا، العلة يعني مجهولة، لكن احنا أمرنا ديننا أن نتقيد بالدين، خلاص ديننا أمرنا بهذا الشيء احنا نتقيد فيه. من الآداب اللي لابد أن نسلط عليها الضوء ما يخص إخوة النهي عن الأكل والشرب وأنت متكئ. كيف يعني الأكل والشرب وأنت متكئ؟ يعني تجد مثلا جماعة جالسين في المجلس كذي ويشرب عصير، يشرب شاي، يشرب شيء، تحصله يشرب مثلا وهو متكئ عليه، يعني مثلا مخدة هني مثلا أو الفرش في الأرض متكئ تماما كذي طايح على جنب الحبيب ويشرب. هذا كله يا إخوة يعني نهانا عنه الدين، نهانا عنه الدين. قال صلى الله عليه وسلم كنت رجل يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا أكل، لا أكل وأنا متكئ. الإنسان متكئ ما يأكل، يأكل هو جالس جلسة طبيعية، جلسة سيجة. هذا كله يا إخوة ليش؟ احتراما للطعام واحتراما لهذه النعمة، ولا تتعامل مع نعمة الله عز وجل بكبرياء وغرور وكذا وانت جالس وتشرب، يعني جلسة واحد فاهمين قصد يعني أتوقع. لا، الإنسان لابد أن يتواضع أمام نعم الله عز وجل ويجلس وهو مهدب وهو يعني مستقيم القامة. الإنسان يحترم نفسه أمام كل شيء أخوة، حتى أمام نعمة الله عز وجل في جلوسه وفي هيئة الطعام. لكن الإنسان يعني ما أخذ الأمور كذي بمزاجه. لا، عندنا حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان ويشرب وهو منبطح على بطنه، وهذا تجده بالذات عند الأطفال. تحصلهم وقت العصر الحين جالسين الجماعة يشوفون رسوم متحركة متصفصفين العيال اللهم بارك في الصالة، كل واحد طايح على بطنه ويأكلون شيبس، يأكلون حب، يشربون عصير، هذا موجود طايح الابن على بطنه يطالع رسوم متحركة العصر بالتلفزيون ويشرب عصير ويأكل شيبس ويأكل حب ويأكل كذا، وهو بهذه الهيئة. هذه نهانا عنه، عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل وهو منبطح على بطنه. إذن هذا النهي هناك من يحمله على التحريم، هناك من يحمله على الكراهة، وأقل ما يقال فيه أنه مكروه. مكروه أن الإنسان يأكل ويشرب وهو نايم على بطنه. تحصل هذا موجود عند بعض الشباب سواء في المجلس عند الأطفال عند الأصغار في البيت. لا، لابد أن نعلم أبنائنا لما يأتون يريدون أن يأكلون يأكلونهم يحترمون نعمة الله عز وجل. طيب من الأمور كذلك يا إخوة يا كرام التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخص يا إخوة طريقة الجلوس في الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا أنس بن مالك حديث يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقعيا يأكل تمرا. كيف صورة الإقعاء؟ تعرف يا شيخ صورة الإقعاء كيف تكون؟ جلسة الإقعاء كيف تكون؟
جلسة الإقعاء يا إخوة الكرام والله ضروري نمثل لكم، ما يحتاج. جلسة الإقعاء يا إخوة، شفتوا جلوس التشهد؟ جلسة التشهد مثلها بالضبط، لكن تكون أصابع رجلك بالطريقة هذه. أنت حين تجلس في التشهد كيف؟ طريقة ثانية، ما تخلي أصابع رجلك واقفة بالطريقة هذه، صح؟ جلسة الإقعاء أنك تجلس كأنك في التشهد، لكن أصابع رجلك واقفة كذي، وأنت جالس على ساقيك بالطريقة هذه. هذه يسمون جلسة الإقعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رآه جمع من الصحابة أنه كان يأكل بالطريقة هذه، جالس على ركبتيه ورافع قدميه وهو يأكل. هذه جلسة تدل على قمة الخضوع والذل بين يدي الله عز وجل، واحتراما للنعم التي معنا. إذن من السنن الغائبة اللي غابت عن الناس اليوم أن الواحد يفعلها، يجلس هذه الجلسة إذا أراد أن يأكل. طيب، عندنا حديث آخر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاه، فجثى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، جلس نفس الجلسة، فقال أعربي: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ شو هذه الجلسة اللي جالسينها؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، وفي رواية عنيدة. إذن الإنسان يا أخوة يتواضع أمام الطعام. وعندنا جلسة أخرى ثبتت في السنة، وهي أن الإنسان ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى. تعرفوا الجلسة هذه؟ هذه معروفة في الطعام. هذه الإنسان يرفع رجله اليمنى، يرفعها ويجلس على يده اليسرى، على قدمه اليسرى، ساقه اليسرى. هذه الجلسة حتى من ناحية طبية العلماء يقولون فيها شيء طيب، علماء الطب. ليش؟ يقول: لما أنت تجلس بالطريقة هذه، المعدة عندك تضغط على البطن، تضغط على البطن، حين تفخذك الفخذ يكون واقف صح في الأكل، فالفخذ يكون ضاغط على المعدة، فأنت لما تأكل بسرعة تشعر بالشبع. ما تحتاج، احنا ما شاء الله يوم ناكل عادة نفترش هذه الفرشة على الطاولة وناخذ راحتنا في الأكل، ويود عادك بعدين تعال يود أهل البيت، خل حد ينشعوك من يديك عشان توقف بس تروح تغسل. ليش؟ بسبب أنه كمية الطعام المتزايد اللي أكلناه. لكن لا، يعني السنة سبحان الله لما تنبش فيها تجد في كل شيء له مدلولات جميلة، لو طبقناها نستفيد منها. وفعلا طبقها، بتقول فعلا لما تجلس هذه الجلسة وانت رافع رجلك اليمنى، ساقك اليمنى، تاكل بسرعة راح تشعر بالشبع. ليش؟ لأن الفخذ ضاغط على المعدة، فما تركها تتمطط على راحتها على قولتهم يعني، فراح تشعر بالشبع بسرعة. وهذا شيء جميل يعني، هذه سنة نبوية جميلة غايبة عن البعض. لكن احنا نقول الآن، هل اللي بيجلس بطريقة ثانية، بطريقة انه مثلا فارش رجليه الاثنين وجالس متربع، هل فعله حرام؟ لا، ما فعلك صحيح وانت مأجور، ما عليك حرج ابدا، لكن انت خالفت السنة، خالفت السنة، لكن انت ما وقعت بمحظور ولا هو حرام ولا حاجة، لا، لكن تركت الأولى الإنسان يتقيد بالسنن خضوعا لله عز وجل، ويعني احتراما للنعمة التي بين يديه. طيب، تقديم الأكل من المسائل المهمة، تقديم الأكل والشرب أخوة على الصلاة. هذا الشيء احنا نجده بالذات في رمضان. في رمضان تجد البعض يأكل، أذن المؤذن يأكل بس شوي ويقوم يصلي. ليش فلان؟ لا، خلي يوم برجع باكل على راحتي. تحصله وهو يصلي باله مشغول في الأكل، شايف هايك الصينية ما شاء الله واللحوم والأكل الفاخر وكله، فيصلي وهو مشغول البال. هذا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع العشاء، حطيت لي صينية وأنا شفت هاك الأكل الفاخر، قيمه الصلاه برا، وقيمه الصلاه رسول الله يقول: فابداوا بالعشاء، ابداوا كلوا قبل. ليش؟ لان عندنا حديث اخر: لا صلاه بحضره الطعام ولا لمن يدافع الاخبثان. لا صلاه اذا حضر الطعام، الافضل الانسان ياكل وياخذ حاجته منه، يرتوي ويشبع، بعدين يروح يصلي. يا فيصل بتخلص الصلاه يدوب خمس دقائق، بتخلص الصلاه شو اسوي؟ ما في حرج، عندك رخصة من الله عز وجل. لكن ما بيروح البعض يتعمد يتحايل على الدين، ما يبغى يصلي الجماعة، يطرش حق الحرمة مسجد يقولها بعد ثلاث دقائق حطي الصينية، هو يعرف أنه بعد ثلاث دقائق بتقيم الصلاة. لا، هذا تحايل، هذا ما يفعل، هذا إنسان صاحب المروءة والتدين المسلم، لا، ما يفعل هذا الفعل.
لكن احنا نقول كنت ضيف دخلت عند مجلس دخلت عند مكان فجأة حطوا لك أكل كذي تفاجأت أن قيمة الصلاة لا. هني العلماء يقولون يقدم الطعام على الصلاة حتى لو انتهى وخرج يعني انتهت صلاة الجماعة ما عليك حرج, هذه رخصة من الله. لما نقول أن ديننا دين سماحة وديننا دين يسر, هني دين اليسر مش ديننا دين يسر للإنسان يأخذ الدين على هواه وعلى مزاجه ويسرح ويمرح وكل شيء فلان والله أنتم متعقدين أنتم متشددين أنت ليش متشددين أنتم كله عندكم حلال وحرام. يا أخي ديننا يسر يا أخي الكريم, الدين يسر بما يسره الله عز وجل. هذا الكلام هذا الكلام لما أنا أقول لك صلاة الجماعة تركها لأن حطوا لك طعام والأكل الآن مقدم على صلاة الجماعة, هذا مو بيسر من شريعتنا؟ هذا هو لما تقول ديننا الدين يسر وديننا الدين سماحة, مو بديننا الدين يسر الإنسان ما أخذ الأمور على مزاجه. لا يا إخوة يا كرام, أما ما يخص لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة وهو يدافع الأخبثان. شو الأخبثان يا إخوة؟ الإنسان اللي يريد أن يمشي يعني يدخل دورة المياه عنده يعني يبغي يدخل دورة المياه وهو عنده مشكلة من حصر الرجل يبغي يقضي حاجته, فهذا يقول شو لا بتخلص عني الصلاة خلني أصلي بعدين بدخل دورة المياه. طول ما هو يصلي الحبيب حال تحالي يتحيس ليش يتريب يسلم الإمام ويطيران على دورة المياه ليش؟ طيب ديننا دين يسر, لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبث. يا أخي روح اقضي حاجتك وانتهي وتوضأ ودخل المسجد يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ديننا دين يسر الحمد لله رب العالمين وفيه سماحة. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. أنا أدركت الصلاة تشهد الأخير فالركعة الأخيرة ركعة الثانية الحمد لله وما فاتكم فأتموا. لحقت زين ما لحقت أنا معذور عندي مشكلة أحتاج أدخل دورة المياه أحتاج أني آكل يعان ما عليك شيء الحمد لله رب العالمين. هذا من سماحة الدين فعلا يعني والله ما ربي لك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه بن عباس أنهما كان يأكلان الطعام. شوف هذه القصة أبو هريرة الصحابي الجليل أبي هريرة وابن عمر كانوا يأكلون الطعام وكان في التنور لهم شواء عندهم أكل حاطينه في التنور يشوي فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فقال له ابن عباس لا تستعجل لألا نقوم وفي أنفسنا منه شيء لا تستعجل في الإقامة يعني أنتوا طالعين رحلة في البر طالعين مكان ها وكنتوا تنتظرون أكل تسمع واحد معاكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويقيم الصلاة فلان اصبر أنت تعرف أن احنا ننتظر الحين طعام ننتظر أكل بنبغي ناكل كيف أنت تقيم أنت تعرف الحين بينشبون الأكل فهنا سماحة الدين تتحقق. فقال له ابن عباس يعني لا تستعجل أصبر الصلاة فيها وقت الحمد لله فيها لها وقت بداية ولها وقت نهاية لا تستعجل أصبر حتى لا يكون في النفس منه شيء احنا نصلي ونعرف أن في التنور حاجة تنتظرنا خلنا ناكل نقضي حاجتنا وبعد ذلك نقوم ونصلي. فاصل يا إخوة يا كرام ونعود إليكم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المسائل الغائبة عن البعض يا إخوة أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يأكل. إذا أراد الإنسان أن يأكل من السنة الغائبة أن يتوضأ. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة هذه سنة لك إذا كنت أنت إنسان جنب فقط مو بإنسان عادي ما أنا ما عليه جنابة. الجنابة الحدث الأكبر الجنابة أن الإنسان يعني جامع أهله بعد ذلك أراد أن يأكل من السنن الغائبة أنك تروح وتتوضأ بعدين تأكل. هذه من السنن الغائبة ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولم نعلم أحد استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبا. إذن يستحب أن الإنسان إذا يعني جامع أهله وأراد بعد ذلك أن ينام أو أراد بعد ذلك أن يأكل من السنة أن يروح يتوضأ وضوءه للصلاة بعد ذلك يأكل.
طيب لو أن إنسان يا أخوي الكرام نسي أن يذكر اسم الله عز وجل، نسي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أنا قلت أن نقف على بسم الله يعني خروجا من الخلاف ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب واحد أكل في وسط الأكل تذكر أنه ما قال بسم الله، فشي يسوي في هذه الحالة؟ في هذه الحالة أظن كلكم تعرفون الحديث أن الإنسان يقول بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره، فإذا نسي الأكل أن يسمى الله قبل الطعام ثم ذكر في أثنائه فله أن يقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. طيب من المسائل المهمة يا إخوة يا كرام، وهذه المشكلة أنا أعتبرها مشكلة كبيرة جدا وقد تساهل فيها يعني جمع كبير من الأخوة والأخوات صراحة، وهذه لابد أن يعني يعاد النظر فيها تماما، وأنا والله يمكن يوميا ما أبالغ لو أقول لكم يوميا لازم أنبه بعض الأخوة على هذه المشكلة، وهي مشكلة الأكل والشرب يا أخوة باليد اليسرى. باليد اليسرى هذه مشكلة كبيرة يقع فيها البعض للأسف الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك. جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، وحديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. البعض يعني هو مثلا يأكل سندويتش صح، يأكل هنا سندويتش الحبيب مشغول بالسندويتش، إيد واحدة فيها السندويتش وإيد واحدة فيها عصير، يأكل كذي ويشرب كذي، يأكل كذي ويشرب، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. بل هناك من أهل العلم من يرى أنه آثم اللي يفعل هذا الفعل، اللي يأكل ويشرب باليسار آثم، ما عنده عذر، هو ما عنده مشكلة، مثلا عنده إعاقة، عنده جرح بيديه ملفوفة، اللي عنده عذر ما أموره طيبة الحمد لله يستطيع أن يأكل ويشرب بشماله، لكن إنسان معافى ما في شيء ليش يأكل ويشرب بشماله؟ فلا حين إحنا أنا بالذات لما نجلس يعني على مائدة الطعام غدا أو عشاء يأكلون هو بيد اليمنى، ما أكل حبيب عيش وكذي، يوميا بيشرب مسك يد اليسار، فلان الكوب ليش مسكت، ليش شربت باليسار؟ يا ربي عشان ما يتوسخ القلاص، شو يتوسخ القلاص؟ القلاص بينغسل، القلاص هذا بينغسل، وإذا كانت يعني غرشة عصير أو شيء ترى راح ينرمي بالنهاية يعني، فشو اللي يمنعك؟ حتى لو كان قلاص إن شاء الله كم قيمته يا جماعة غير راح ينغسل، الأمر واسع. طيب شو أسوي؟ اللي تسوي طال عمرك إنك تمسك نعم بيمينك وتشرب، كإيدك فيها صالونة فيها عيش فيها ما في مانع يا جماعة، هذا ديننا احنا يجب علينا ان ننقاد، ما ينبغي هذا التساهل احنا نتساهل فيه اليوم. كثير من الشباب اليوم في السيارة طالع يشرب شاي غير باليسار، ما يشرب باليمين ليش يا اخي؟ فان الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله، وعندنا حديث اخر حتى النهي انك تعطي واحد بيسارك، النبي صلى الله عليه وسلم يخوذ يقول كل بيمينك واعطي بيمينك، كل بيمينك واشرب بيمينك واعطي بيمينك وخذ بيمينك، حتى انك بتاع انا الحين جاني واحد يبغي القلم لو سمحت اعطني قلم اعطيه باليمين ما اعطيه بالشمال اعطيه باليمين واخذ باليمين. تجد بعض الاخوه ماسك واقف مثلا عند بقاله اشترى حاجه صح، وجاء عامل بقاله جاب الغرض يمد يده اليسار ياخذ عنه الغرض هذا، ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ بيمينك واعطي بيمينك، خذ بيمينك وعط بيمينك، ليش تأخذ وتعطي بشمالك؟ شو اللي يجعل الإنسان يفعل كذا؟ هذا من الأدب ومن الاحترام ومن الذوق، لأن اليد اليسرى يا إخوة تستخدم بالأمور المستقذرة ما تستخدم بالأمور الطيبة، وتتعرفون فالإنسان يا إخوة عليه أن ينقاد لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك عندنا حديث خطير، حديث خطير، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يأكل بشماله، رآه يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. اسمعوا يا أخوة اسمعوا هذا الحديث جدا مهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يأكل بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع.
قال له صلى الله عليه وسلم مرة ثانية كل بيمينك، قال لا أستطيع. في الثالث قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا قال؟ قال ما منعه إلا الكبر، ما منعه أنه يأكل ويشرب بيمينه إلا الكبر. لما قال أنا لا أستطيع ما عنده عذر، ما عنده سبب، فقط كل ما في الأمر كبر، لا ما أبغي، ما بأكل وبيميني. رسول الله يأمره يقول له اشرب بيمينك كل بيمين، ويقول ما أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. في رواية أحمد قال فما رفعها إلى فيه، شلت يده، يده اليسرى انشلت تماما بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن ما منعه من هذا الفعل إلا الكبر. قال له لا استطعت، قال فما رفعها إلى فيه، إلى فمه. فالقضية كبيرة، كبيرة جدا. الإنسان لا يستهين بمثل هذه المسائل. لا يا أخي، كل واشرب بيمينك والحمد لله، وتقيد بدينك، اللهم لك الحمد. علم عيالك. تجد اليوم البعض، بعض الأباء والأمهات، الأب والأم هم اللي يأكلون ويشربون باليمين، باليسار. الأم تشرب باليسار، الأبو يشرب باليسار، العيال مثلهم. ما يستطيع يقول حق ولدي يا ولدي كل بيمينك واشرب بيمينك، ما يقدر. ليش؟ لأنه هو بروحه واقع بنفس المشكلة هذه. فهذا كيف الحل؟ الحل أن أنت تكون قدوة حسنة لهم. وأنا سبق وذكرت حاجة مهمة، وهي أكبر باب من خلاله تستطيع أن تربي من يعيش معك هي القدوة الحسنة فقط. ما احتاج تعلم. أنا أقول لك يا أختي الكريمة، يا أمي الفاضلة، يا أخي الفاضل، تبغي ترتاح تربي عيالك على الفضيلة وعلى الخير وعلى الحشمة وعلى الأدب وعلى السنن وعلى كل شيء، دعهم فقط يرون منك هذا الشيء. ما يحتاج تتكلم، لأن عدنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أجمل طريق وأجمل وأسهل باب تستطيع أن تؤثر فيه على من يعيش معك القدوة، أن تكون قدوة حسنة. إذا كنت قدوة حسنة في الخير سيكون مثلك بالخير، وإذا كنت قدوة سيئة سيكون مثلك يعني على طريق غير سوي. تجد هكذا كل من انحرف عن جادة الطريق، سواء كانت امرأة أو رجل، يعني ما احترامي لبعض الأمهات والأخوات، تجد الأم المتبرجة اللي بناتها معاها نفس الشيء، إلا من رحم الله عز وجل، يمشون معاها في مول في مكان نفس الطريقة. تجد الأب ما شاء الله اللي يعني فيه الخير وفيه الكذا، أو الأم الحشيمة الستيرة بناتها مثلها. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لا تستهين، أفعالك اليوم كلها مراقبة، أفعالك اليوم كل من يراك يقتدي بك. أنت اليوم مدرسة، أنت اليوم معلم. أفعالك عبارة عن قلم صبورة جالس تكتبها على جدران منزلك، وهم يرون شو مكتوب في البيت من أفعال، من تصرفات، من كلام، من ألفاظ، ويقتدون بك ويتعلمون منك كل ألفاظك وكل أمورك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني الإنسان أن يأكل مما يليه، الأكل مما يلي الأكل. في إحدى روايات حديث عمر بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت آخذ من اللحم حول الصحفة، فقال صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. أحيانا تجد البعض يعني صينية الطعام جالس يأكل فيها، صح؟ الحبيب حاط عينه على ضلع موجود في الطرف الثاني في الصينية بجنب واحد ثاني، يروح يمد يديه ويشل اللحم من وين، من الطرف الثاني هناك يجيب يأكل عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني هذا الرجل يفعل هذا الفعل، فقال له كل مما يليك، كل عندك من حولك، صوبك، حدودك على قولتهم، كل منها، خذ اللحم من أمامك وكل، تجلس تمد يديك تشرق وتغرب. هذا نهى عنه دين الحنيف، وهذا من الذوق على قولتهم، من الذوق الرفيع، أنك ما تجعل يدك تطيش في الصينية يمين ويسار يدور الأكل اللي هو يبغيه، حتى لو كان تحت صاحبه والله لا يشيله، ولا يخجل ولا يستحي، هذا عيب. الطعام له أداب، له ذوق رفيع لابد أن يتحلى فيها الإنسان. من الأمور المستحبة اللي غايبة عند البعض اليوم هي أن الإنسان يأكل ويشرب الطعام أو الشراب بعد ما تذهب، يعني بعد ما يذهب فوره. كيف يعني يذهب فوره؟ عندك سؤال، شو يعني يذهب فوره؟
شو يعني يذهب فوره؟ فور الطعام ذهب، شو يعني؟ ها؟ أحسنت، سخونة الأكل. يعني أنت جاي تجلس دوا الحين حطوا لك الصينية، والصينية ما شاء الله دخان، وأنت حالتك حالة، واضرب الحبيب، شو فيك؟ ذكر الله شو؟ لا يا أخي لا. يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ثردت، يعني إذا سوت ثريد، اللي هو الفريد مالنا هذا اليوم، متى الله يرزقنا رمضان يا رب، هذا الفريد احنا ما نشوفه الا في رمضان، من يخلص رمضان اختفى من البيوت تماما ومن المجالس، والله المستعان. طيب قال اذا يعني صنعت ثريد غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول اني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انه اعظم للبركه. تصنع الاكل تغطيه تخليه شوي بعيد عنه، ما تخلي احد ياكل منه إلى أن يهدأ وتروح الحرارة منه شوي. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، أعظم للبركة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، لا يؤكل الطعام حتى. طبعا هذه الأحكام هي أداب، لكن لو واحد أكل والأكل بعده حار ساخن شو نقول؟ أنت آثم؟ توقعت بمحاضير وأنت؟ لا لا، الأمر واسع، لكن الإنسان إحنا نقول يتقيد بالآداب، يتقيد بكذا. يعني أنا أقول لكم حاجة صارت في مجلس قبل فترة، يابوا صينية أكل يبون يأكلون الجماعة، فهذول الأشخاص الموجودين في المجلس فيهم من يحب يأكل أو يستطيع إنه يأكل الأكل الحار، ما عنده مشكلة، عادي بيحط إيديه، متعود إيده الله مبارك بلستر فيها، ما عنده مشكلة إنه يأكل. ربعه ما يقدرون ياكلون، ما يقدر ياكل لقمه، ما يقدر، بيحترق مش متعود. فانت هني لما بدات واكلت قبلهم ما احترمت وجودهم من الجماعه، ما يقدرون ياكلون، تسمعهم يقولون اصبروا اصبروا شوي خلي يبرد الاكل، وهو الحبيب جالس يدق يدق يدق. زين وغيرك؟ غير جالس يطالعك ما يقدر ياكل مسكين، انت جالس تاكل وغيرك مو قادر ياكل، يترياك انت، ترى الأكل يبرد وانت خلصت نص الصينية ما شاء الله عليك. لا يا إخوة، الإنسان لابد شيء يتحلى بهذه الأداب الجميلة. يا أخي أنا حتى لو أني أقدر أكل وأحب أكله أنه حار، لكن أنا بأخر شوي احتراما، وعلى قولة إخواننا الشاميين كرمال إخواننا الموجودين عندنا، يعني عشان إخواننا الموجودين أنا أحترم من موجود معي بالمجلس، أنا مو بروحي باكل، ترى في جماعة بيأكلون عندي بعد. فالإنسان عليه أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الحين إحنا أنا في بداية الحلقة اليوم قلت أن البعض يقول يعني فيصل إحنا ما نعرف سنن الطعام وأداب، نعرف. شوف هذا كم ذكرنا نحن الحين من السنن اللي تجدها غائبة عند الكثير وبعدنا ما انتهينا، وتجد كتب ومؤلفات قد كتبت في مثل هذا الباب، لكن إحنا ما نطبق، ما نقرأ، ما نطبق هذه الأشياء في حياتنا للأسف. لكن إذا طبقنا نحن نؤجر. إذا أنا كزوج كأب كأخ مقصر، أنت كزوجة كأخت كأم علميني، أنت تعلميني وأنا أعلمك، ونأخذ بيد بعضنا البعض حتى تستقيم لنا الحياة وتكون حياتنا مليئة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عيب الطعام واحتقاره. قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إذا اشتهاه وأكله، وإن كرهه تركه. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يا الله هذا الحديث يحتاجونه وايد الأخوات والأمهات في البيت. تجد المرأة تطبخ وتتعب وتسوي، دقيقة واحدة جاء الحبيب والدفر الصينية قال شو هذا؟ هذا أكل؟ هذا ما أدري شو؟ أنت ما تعرفون تطبخون؟ ما في ملح؟ ناقص ما أدري شو؟ وين اللي ما يفعل هذا الفعل اليوم؟ والله المستعان. للأسف أن أغلبنا واقعين في هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا بأبيه وأمي، ما كان يفعل هذا، ما كان يفعل هذا. لكن أحيانا الواحد يعني أنا أقول المرأة يعني الفطنة العاقلة يعني عليها شوي أن تحترم مشاعر الزوج. هذا الزوج جاي من الشغل وتعبان ويعان ويبغي يأكل، يدخل البيت يتفاجأ الأكل مو مضبوط، مو يعني على مزاجه وناقصة، طبيعي بيتنرفز، يعني طبيعي جدا بيتنرفز. أنا يعان وتارك تركت العمل وجاي الحين أبغي أكل، تحصله مش متريق ولا حاجة، يتفاجأ الأكل فيه كذا كذا، يأكل لك 200 ويقوم سدت نفسه ما عجبه الأكل. لا، المرأة العاقلة لازم تفهم زوجها شو يحب، شو يحب يأكل أصلا، مو بنتي بس تبغين تأكلين
على مزاجك. لازم تفهمي زوجي شو يحب. والله زوجي يحب هاي الأكلة، يحب هذه السلطة نوعية كذا، يحب يشرب هذا الشيء، يحب هذه الفاكهة. أجهز له هذه الأشياء تكون موجودة بين يديه لما يريد أن يأكل، لا راح يعيب طعامي ولا حاجة. لكن إحنا اليوم شغلة مزاج، أو نطبخ المرأة الأم في البيت تطبخ بس كذي مش حالك وروح. عيبه زوج ما عيبه غيره برايه، زين ترى بيحط عليك وبيجرحك قدام عيالك في البيت. شو هالأكل؟ ليش؟ ترى بالنهاية أنت بتأكلي معه. فيا أخي شو الحديث؟ إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. أخي إذا أنت عملت شيء اتقنيه يا أختي الكريم، سوي شيء مضبوط يعني فعلا يستحق الأكل والطعام. بعد ما نأكل ونخلص نشكرك عليه، نقول مشكور وبيض الله وجهك. فاصل يا أخواني الكرام ونعود إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. من الأداب اللي لابد أن نتكلم عنها يا أخوة يا كرام قضية الأكل والشرب قائما. يعني المسألة هذه فيها خلاف طويل جدا عند الفقهاء، حكم الأكل والشرب قائما. هناك من يرى عدم جوازه، وهناك من يرى يعني كراهته، وهناك من يرى إباحته. المسألة فيها خلاف طويل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أخبار كان ينهى عن الأكل والشرب قائما مطلقا، وجاءت عنه أخبار ونصوص أخرى أنه شرب قائما. لذلك حديث أبي قتادة إذا شرب أحدكم فليشرب وهو قائم. إذا شرب النبي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فليشرب وهو قائم، ونهى عن يشرب الإنسان وهو إذا شرب أحدكم فليشرب وهو جالس ولا يشرب وهو قائم. أنا عكستها تماما. طيب لكن العلماء يقولون الحين أنتم عندكم أحاديث تمنع من الشرب قائما. ثبتت عندنا أخبار صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج شرب وهو قائم. هني وقع الخلاف، تعارضت النصوص. العلماء يقولون كيف نجمع بين النصوص؟ الحين عندنا نصوص تمنع، نصوص ثبتت خلاف هذا النص. هني منع، هني ثبت أن رسول الله فعل، كيف نجمع؟ العلماء يقولون يجمعون بين النصوص أن رسول الله لما شرب في الحج وهو قائم شرب لحاجة، قالوا شرب من يعني إناء كان معلق ما يستطيع ينزله ويشرب منه، هذا إناء من فوق تشرب فيه وانت واقف، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب وهو واقف. قال البعض الآخر من المفقهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف لازدحام المكان، ما يستطيع يجلس زحمة في المكان، فاضطر أن يشرب وهو قائم. فخروج من الخلاف يا إخوة أقل ما يقال فيه. يعني العلماء يقولون يكره الشرب قائما، يكره الشرب قائما، الأفضل الإنسان يشرب وهو جالس. واحد قدم لي عصير يا أخي بجلس على الكنبة، بجلس على أي مكان في الأرض يعني على الكرسي وبشرب وأنا مرتاح الحمد لله. خروجا من الخلاف يا إخوة، إحنا ما نبغي نقول إن أنتم تتشددون أو كذا، إحنا نقول هذه مسائل فيها خلاف، والخلاف فيها معتبر، الخلاف فيها معتبر. فالعاقل فينا لابد أن يعطي هذا الخلاف احترام، ما نأخذ الأمور بس كذي بالمزاج. أنا دائما ترى لو تلاحظون أكرر هذا الشيء لأني أبغى أزيل الفكرة الموجودة في أذهان البعض أن أنتم والله متشددين، أنتم والله متشددين، أنتم المطاوعة، أنتم أصحاب اللحى. للأسف هذه المسميات اللي هذه مزعجة، هذه المسميات. وين التشدد؟ أنا ما أعرف. متشدد لما تقول لواحد يا أخي نقول لك خروجا من الخلاف وأحواط من المسألة فيها خلاف اشرب وانت جالس، تقول لي أنا متشدد؟ لا، يبغي هو يأخذ الثانية تماما اللي هي فيها خلاف قوي. يا أخي خرج من الخلاف، ما راح يقع منك شيء إذا شربت وانت جالس، بتتضرر بيجيك شيء؟ ما راح يجيك شيء، اجلس وارتاح ريح نفسك، لا حد يقدر يقول لك حاجة ولا حاجة. طيب من المسائل المهمة اللي لابد أن نتكلم فيها كراهية التنفس بالإناء والنفخ فيه. واحد قدم لي شاي أبغى أشرب شاي، ينفخ في الإناء، ينفخ. ليش؟ يبغيه يبرد، حار ومستعجل يبغي يشرب، فتحصله ينفخ ينفخ ينفخ، يبغيه يبرد. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس حلا. حتى الأطباء يقولون أن هناك ميكروبات وأمراض وغيرها تخرج من الإنسان من نفسه تقع فيه في هذا الكوب. زين بواحد بيقول شو المشكلة؟
ترى هي طالعة هاي الميكروبات من جسمي وترجع بجسمي ما تغير شيء. لا يا أخي إحنا نقول لك في غيرك يمكن يشرب من هذا الكوب، يمكن أنت فيك أمراض، فيك زكام، فيك غيره، غيرك بيشرب أنت بتعديه، أنت بتعديه. حديث ابن عباس كذلك نهى أن يتنفس بالإناء أو ينفخ فيه. التنفس هو النفس، والنفخ أنك تنفخ عشان تبرد هذا الإناء. عندنا من المسائل كذلك المهمة يا أخوة الكرام استحباب التنفس في الشرب ثلاثا. كيف يعني؟ ها؟ تشرب ثلاث مرات. جميل. يعني مثلا أنا الحين واحد قدم لي قلاص ماء، أنا أستطيع أخلصه كله بدقيقة واحد شرب واحدة أشرب صح؟ لكن السنة لا، السنة أنك تشرب ثلاث شربات. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروع وأبرع. يعني مثلا كذي واحدة أخذ نفس شوي، اثنين، ثلاث. لكن في مشكلة إذا أنا شربت شربة واحدة، شربة واحدة شربت، في مشكلة؟ ما في مشكلة، لكن هذه سنن آداب هذا ديننا. إذا أنا بترك هاي السنة وبترك هاي السنة وبترك هذه كل ما بتقول له شيء، هي مجرد سنة، الأمر واسع. يعني لا أمر واسع، تراها سنة يعني مش فريضة ولا شيء. طيب إذا أنا وأنت بنتعامل كذي مع كل سنة بنقول كذي، شو بقى لنا من الدين؟ بس الفروض، ديننا فيه فروض فيه سنن، احنا بس مأمورين نتقيد بالفروض، مو مأمورين نتقيد بالسنن. البعض بالطريقة هذه سنة، كل ما قال هي هذه سنة مش فرض وراح عطاك الظهر. يا أخي طيب السنة حتى مأمورين بالدين نتقيد فيها وأن نطبقها في حياتنا. الرسول الله يقول تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وين النواجذ شيخ؟ سؤال عندك اليوم، أسئلة أنا جالس أوجه، أين هي النواجذ؟ عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الطواحن، الأسنان اللي بالخلف هذه. ليش رسول الله قال تمسكوا بالسنن وعضوا عليها بالنواجذ؟ ليش شبهها هني؟ أنا أسألك، لما تمسك حاجة بأسنانك تمسكها من الأمام أقوى ولا تمسكها بالخلف أقوى؟ بلا شك بالطواحن ما تستطيع تنشع أنت الشيء منه صح؟ لذلك ديننا أمرنا أن نتمسك بالسنة، كأنه يقولك تمسك فيها بقوة. لذلك قلك لذلك قال عضوا عليها بالنواجذ، هني تمسك بالسنن. ما يجينا كل أحد كل ما قلنا سنة قال سنة 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 وروح روح روح روح، ضاعت السنن كلها بسبب شو؟ كل ما قلنا شيء قالوا هذه سنة. لا يا أخوة يا كرام، من المسائل كذلك المهمة اللي لابد أن نتكلم فيها ما يخص كراهية الشرب في في السقاء. في السقاء واحد يعطيك دبة تشرب من الدبة مباشرة في فمك، في غيرك يبغي يشرب منها. يا عمي شو عملت أنت؟ خربت الدبة، غيرك يبغي يشرب فيها دبة، دبة عصير، دبة ماي كبيرة. تدخل بعض المطاعم يحطون دبة كبيرة في النص، مسكها واحد من الشباب وحطها مباشرة في فمه. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى صلى الله عليه وسلم من عن الشرب في فم السقاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل هذه آداب. شوف ديننا كيف يعني يقودنا للنزاهة الأخلاقية، ديننا كيف يقودنا فعلا لمكارم الأخلاق ويقودنا لكل جميل، ونهانا عن كل ما هو يستقذر في حياتنا اليومية. أنا ممكن واحد ثاني جالس بجنبي يشوفني شربت بالطريقة هذه بيدق جرس المطعم، جيب دبة ثانية، يا فلان هذه دبة كبيرة ما حد بيشربها. ما يبغى يقول له أنت شربت فيها من فمك مباشرة، أنا ما أبغى أشرب. يا أخي غيرك ما يتحمل هذه الأشياء، فإنسان لا يتأدب بالأداب الشرعية. يا أخي جيب دبة وصب لك بالكوب وشرب والحمد لله رب العالمين. يعني ديننا سبحان الله ما ترك لنا شيء إلا دلنا عليه، وما يعني جاء شيء يضرنا إلا وحذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. من المسائل المهمة التي لابد أن تذكر يا أخوة الكرام استحباب الاجتماع على الطعام، استحباب الاجتماع على الطعام. تجد اليوم هذه الآفة موجودة للأسف الشديد في البيوت، في أوساط الأسر. شو يسوون؟ خادمة خادمتين ثلاث موجودين في البيت، الرجل هذا يبغي دخل البيت جاي من العمل يبغي يتغدى، البنت في الغرفة الثانية والولد في الغرفة اللي هناك والبنت الثانية في الغرفة اللي تحت والزوجة هناك. كل واحد يعني العاملة في البيت اتصلوا بها تليفون حتى، ألو جيبي لي غدا فوق، الولد ألو أنا موجود جيبي لي غدا في الغرفة. ما يجتمعون على طعام أبداً، ما يجتمعون على مائدة طعام واحدة، وهذا الشيء يفقد البركة من الطعام. وهذا الأمر والله يا إخوة أنا أراه من أقوى المسائل التربوية
التي تقود لتآلف الأرواح وزرع المحبة في أوساط البيوت لما يجتمعون على مائدة واحدة. يجتمعوا في مائدة واحدة، الزوجة تحط حق زوجها سلطة، تحط لها عيش، الولد الأب يبطل حق عياله مثلا دجاج. حلو، شيء جميل، هذا شيء جميل. هذه المفاهيم لابد أن تتجدد في بيوتنا إن كانت مفقودة. يا إخوة افهموا هذا الكلام، تركوا عنكم سوالف الاتيكيت والبرستيج وما أدري شو. كل واحدة مسكينة العاملة إن شاء الله الصينية تصعد للدور الثاني، وين والله فلانة تبغي الغداء، تأكل وتشرب ولا حد داري عنها. قبل المغرب العصر نزلت شوية جلست عند أمها وأبوها في الصالة ورجعت اختبت في غرفتها. شو البيوت هذه؟ بيوت، هذه بيوت مليئة بالكآبة، أنا أعتبرها بالطريقة هذه. لا، أنت كأب أنت كأم اجمعوا عيالكم على مائدة واحدة في الأكل والشراب، تركوا عنكم سوالف كل واحد يودوا له أكله في غرفته. حتى لو كانت يعني دخول المنزل أوقات متغيرة لأفراد الأسرة، قد يقول الأب يا أخي أنا أي واحد ونص، زوجتي تي 2:30، العيال يون 3:30، شو نسوي؟ أنا ما أقدر أجلس. يعني الضرورات تقدر بقدرها، لكن أنا أقول أن دائما أكلكم وشربكم متفرق ما يصلح. لذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرسول يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، نأكل ولا نشبع. فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون، أنتم لعلكم تفترقون في الطعام، ما تأكلون مكان واحد؟ قالوا نعم. قالوا إيش؟ نعم يا رسول الله، إحنا ما نجتمع في طعامنا. فقال صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. يا أصحاب البيوت، يا أباء يا أمهات، هذه المسألة أنا أراها جدا مهمة، جدا مهمة، مش بس في قضية أن تطبيق سنة، هذه لها جانب آخر اجتماعي جدا كبير. لأن الجلوس على المائدة يزرع الطمأنينة ويزيل الخوف ويكسر الحواجز إذا كانت موجودة في جو الأسرة. أنا أقول لك حاجة، اسمع، خلنا نفرض أن الأم زعلانة شوي من بنتها، البنت تنتظر أي حدث في المنزل يجمعها بأمها على أساس يصير في كلام، يصير في شيء ويتصافت، تتصفى النفوس. من أقوى المواقف اللي تجمع الأسر شو هي؟ الأكل والشرب يا أخوة، الأكل والشرب. تحصل البنت تنتظر تقول خلى باكر على الغداء أنا بجلس عند أمي بسولف وياها شوي. ليش قالت على الغداء؟ لأن الغداء اللي يجمعهم، الغداء اللي يجمع بينهم، يجمعهم على الخير وعلى الود. فلا تجعلوا هذا الباب الجميل يغلق. تخيل إذا الأب زعلان من ولده، الأب زعلان عن ولده، ويا هذا الولد من المدرسة وينخش في غرفته ويجلس في غرفته طول اليوم، يطلع شوي العصر يلعب ويرجع، في الليل يلعب ويرجع، نام، متى يشوف أبوه؟ والأبو برع، متى بيشوف أبوه؟ أجمل وقت يرى فيه الأب أبنائه والأم ترى فيها أبنائها هو وقت الأكل والشرب، وقت الأكل والشرب. وجميل أن يكون هناك حديث يدور بين أفراد الأسرة في الأكل والشرب. ها بابا شو أخباركم؟ شو أخبار المدرسة؟ شو أخبار كذا؟ شو قالوا لكم اليوم؟ شو سويتوا في العمل؟ والأم تقول مثلا عن أمورها وحاجياتها، والأب يقول كذا والله ورحنا وسوينا. يمكن الحين يطلع لي واحد يقول لي يا أستاذ، قال فيصل كيف أنت تقول إن عادي هناك نتكلم مع أفراد الأسرة؟ يا أخي لا كلامة بحضرة الطعام، لا كلامة ولا سلامة على الطعام. هذه العبارة المشهورة عند الناس وهي غير صحيحة، بل من الآداب، ذكرها الإمام النووي، من الآداب والذوق الرفيع أنك تحادث ضيفك وتحادث من يأكل معك وقت الطعام. من الأدب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل قال له يا غلام سم الله وكل، جلس، هذا مش كلام، جلس يتكلم معاه. إذن عبارة لا سلام ولا طعام، لا سلام ولا كلام على الطعام، عبارة غير صحيحة، بل من السنة والأدب أنك تتكلم وتحادث من يجلس معك على طاولة الطعام. داهمنا الوقت يا إخوة، وأتمنى أن استفدنا، لكن لنا معكم لقاءات أخرى بإذن الله عز وجل. الشكر موصول لكم جميعا، طاقم التصوير، المخرجين، صلى الله عز وجل لا يحرمكم الأجر، ونشوفكم على خير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.